الاداء ديال المنتخب الوطني كان اداء مقنع، شفنا فرجه، شفنا اهداف، شفنا اللي تيغدو لوان، شفنا لي بالزاريتي، شفنا بريسينغ، شفنا اندو، شفنا مثلثات، شفنا مباراه جميله. وان شاء الله هذه البدايه اول دور المنتخب الوطني المغربي مع اطار الوطني الركراكي، ان شاء الله غادي نقدموا واحد الطبق كروي جميل ان شاء الله في كوب دي موند دوزيام تور. نقدروا ان شاء الله يكون المنتخب الوطني ان شاء الله هو الحصى الاسود غادي يظهر بواحد الوجه مشرف ان شاء الله. اداء ديال المنتخب ديال البارح كان زعما في المستوى، وليد الركراكي دار ان بون ماتش، رجع كاع اللعابه اللي باغيين المغاربه، وان شاء الله نقدروا نديو كوب دي موند حنا، علاش لا. الاداء مزيان، تاكتيك ديال الركراكي اللي لعب به مزيان، ذكرونا بروسيا برونار والمنتخب ديال رونار، خنقوا المنتخب شيلي تخنا، لان منتخب شيلي فريق كبير، راه بطل كوبا امريكا جوج مرات، هذاك فريق كبير، خنقوه ما خلاوش يلعب، حنا ربحنا عن جداره واستحقاق. الماتش البارح تحكمنا فيه كما بغينا، خلقنا فرص وما وصلوش بورتو باستثناء الخطا ديال داري اللي ضربات في البارة، هذاك داري خصو يفيق شويه، خصو يفيق. لا 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 وسط الميدان قيادة أوناحي مزيان، ليليات كانوا مزيانين، زياش ما تشدش كورة بزاف، ما تعجنهاش، خاصة زياش لي شونجمون ديال زياش وجازولي، جازولي بان لي حسن من زياش، فرق كبير ما بين زياش، راه دخل ميم با مارت 10 دقائق ولا 5 دقائق اخترق ودخل الكاري دي زوين، لاعب كبير هذاك، ما نحاولوش نركزوا الإعلام زياش جبناه غادي نحطوه تيتيلير، لا سيدي خطأ كبير، لعب واحد شوية مرحبا ولا نخليه حتى الدوزيام ميطا، ما لعبش جازولي أحسن منه، هذا المنتخب اللي كاين غادي يمشي وغيدوز للدور الثاني إن شاء الله. المنتخب البارح كان في واحد القمة رائعة، لأن اللعابة لعبوا بدون قيود ولعبوا مطلوقين، لأن البارح اللي كنا كنشوفوا كانت المهارات أكثر من الخطة اللي عاطي الركراكي، كان كل لاعب كيعطي اللي عنده، يعني باش تكون الغربة كما كنقولوا ويكون منتخب اللي غادي يمشي مثلنا بقطر. المنتخب البارح اللي زعما صراحة فاجأنا، صراحة فاجأنا من بعد ما مشى وحيد وداك الشيء، زعما من جا وليد تبارك الله زعما بانت خطة، زعما خطة مزيانة اللي داروا، وبان يعني بانت تشكيلة زوينة بحال بوفال، يعني صراحة بوفال ما خاصوش كاع يريح داك السيد.